باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة. تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. يتجدد لقاءنا أيها الأحباء مع كلمة غفران الخطايا، وما زلنا في مقدمة قانون الإيمان. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس. وبدأنا المرة اللي فات غفران الخطايا، وتكلمنا عن غفران الخطايا من خلال مجيء المسيح المبارك بمعرفة الخلاص، لتعطي شعبه بمعرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. وتكلمنا عن الخلاص اللي تممه السيد المسيح، وكيف كانت المصالحة ما بين الله وما بين البشر من خلال يسوع المسيح الكلمة المتجسد. وتكلمنا لماذا كان الصليب. النهاردة بنتكلم عن جزء آخر في هذا الأمر يا أحبائي. هل لهذا الأمر أهمية في حياة الإنسان؟ وهل ليه أهمية بالنسبة لله؟ موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح، وهو عن اشتياقات الله. واشتياق الله من أولويات اشتياقات الله، إن كانت هي من اشتياقات الإنسان إنه تتغفر ليه الخطايا بتاعته، لكن من اشتياقات الله الأولية وهو أن يعطي غفران للجميع، لكل من يؤمن به، لكل من يأتي إليه. تعالوا ناخذ مع بعض يا أحبائي كما تعودنا جزء من الكتاب المقدس، وبعد كده نشوف كيف كان تكون اشتياقات الله، مش كيف كانت بس، كيف تكون اشتياقات الله للغفران للإنسان. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ من سفر حزقيال النبي أصحاح 33 ومن العدد 7 إلى العدد 11. يقول: وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه، فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه، فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. وأنت يا ابن آدم، فكلم بيت إسرائيل وقل: أنتم تتكلمون هكذا قائلين: إن معاصينا وخطايانا علينا، وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا، ارجعوا عن طرقكم الرديئة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. اشتياق الله للغفران، اشتياق الله لحياة كل إنسان، اشتياق الله لرجوع أولاده. إني لا أصر بموت الشرير، ده من أيام
حزقيال النبي من العهد القديم، وشوفوا الفكر ده باقي في الإنسان إزاي. أنتم تتكلمون هكذا وتقولون قائلين إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ وصل الإنسان إلى إيه يا أحبائي؟ إلى عدم رجاء، إلى يأس، مفيش أمل، مفيش غفران، لأن الخطية باقية. يبقى كيف يحيا الإنسان مرة تانية؟ ومن أجل هذا يقول كده الكتاب المقدس: من أجل صراخ المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص إيه؟ علانية. يبقى يا إنسان ما تخافش، ولا تعيش في ظلمة، ولا تعيش في خوف، ولا تعيش في رعب. أنا جيت عشان أدي خلاص. عشان كده قال كده: قل لهم حي أنا، يقول السيد الرب. أنا حي. الكلمة اللي بتطلع مني مش كلمة زمان وخلاص وأنا انتهيت، لا، أنا حي. إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. حي أنا، يقول السيد الرب، أنا لا أسر بموت الشرير. حتى دايما نقوله في القداس كده: كرحمتك يا رب وليس كخطيانا، إنك لا تشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. هو ده إلهنا أحبائي، هو ده مسيحنا، هو ده قوتنا، هو ده خلاصنا، هو ده إلهنا. غير كل الآلهة في العالم، غير كل الآلهة بتاعت الديانات الأخرى، غير كل الآلهة بتاعت البشر. إله الحب، إله الغفران، إله السلام، إله الحياة الأبدية اللي منتظر كل إنسان. إني لا أصر موت بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طرقه ويحيا. كل المطلوب من الإنسان اعمل عملية ايه؟ رجوع عن الطريق، رجوع عن الطريق. بالتأكيد يا أحبائي، الأمر وإن كان أحيانا كثيرة بيظهر صعب للإنسان إن هو يغير الطريق بتاعه، أو كذا مرة إن هو يحاول، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: كل ما أريد أن أفعل الخير، في رومية 7، كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضرا أمامي، فالشر الذي لست أريد أن أفعله إياه أفعله. طيب وبعدين يا رب؟ من ينقذني من جسد هذا الموت؟ حوصل لعنه فين، لحد فين؟ يقول كده المعلمنا بولس الرسول، يدي الرؤية بتاعت الرجاء: أشكر الله بربنا يسوع المسيح لأنه أعتقني من ناموس الخطية وأعطاني ناموس حياة جديدة، أعطاني حياة جديدة. الله مش عايز الإنسان يفنى، الله مش عايز الإنسان يموت، الله يريد أن يحيا الإنسان. وده اللي قلناه المرة اللي فات يا أحبائي: ونحن بعد أموات بالخطايا والذنوب، مات المسيح عنا، وجاء المسيح وقدم لنا هذا الغفران الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ونحن بعد أموات مات المسيح لأجلنا. لذلك يا أحبائي، موضوعنا النهاردة إذا كان دي اشتياق الله، وإذا كان دي، وإذا كانت دي مبادرة الله الحبية، إن هو بنفسه صالحنا لنفسه بدم صليبه، فكم وكم تكون اشتياقاتك يا إنسان؟ هل بعد ده كله لسه حارم نفسك؟ هل بعد ده كله لسه متمسك بالماضي؟ هل بعد ده كله لسه بتمسك بالعالم؟ هل بعد ده كله مش عايز انك انت ترجع؟ تعالوا نشوف مع بعض يا احبائي هذا الامر. اشتياق الله للغفران ظهر في قبوله للعنة وقبوله للعار. البار يموت لأجل مين؟ لأجل الأسمة. وإحنا زي ما قلنا المرة اللي فات، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكم وكم كان اشتياق الله
في رب المجد يسوع المتجسد على على الأرض، إنه كانت شهوته هو الصليب. قال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. بل وتظهر الشهوة دي فيه، وإن كان بيتكلم بالناسوت اللي بيتألم، لكن في نفس الوقت يريد، جاء من أجل هذه الساعة. يقول كده: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. في يوحنا 12:27 لمعلمنا بولس الرسول عبر عن هذا الأمر يا أحبائي في صورة حلوة في رسالته إلى العبرانيين أصحاح 12. يقول كده: كذلك إذ لنا أيضا سحابة من الشهود مقدار هذه، تورينا إن دول كلهم عاشوا بالإيمان، أحبوا المسيح، سلموا حياتهم للمسيح، رجعوا عن طرقهم الرديئة، كملوا حياتهم بحب للمسيح. لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا. اللي انت شاعر انه هو تقيل، واللي انت شاعر ان خطية ثقيلة، واللي انت شاعر ان خطية صعبة، بص لحواليك. سحابة من الشهود، في منهم اللي كان عايش في الشر وفي الخطية سنين، قديس الأنبا موسى الأسود. في منهم اللي كان ملحد، القديس الأنبا بخوميوس، ما كانش ليه ديانة، كان وثني. في منهم كثيرين، في منهم أطفال، قديس أبانوب، قديس كيرياكوس. في منهم اللي عاش 20 سنة أغسطينوس. في منهم اللي عاشت 40 سنة وهي تجاهد بسبب خطية مريم المصرية. مقدار سحابة من الشهود مقدار هذه، هم دول كلهم قدروا ينتصروا إزاي؟ هم دول كلهم قدروا إن هم يوصلوا للسماء إزاي؟ لأنهم طرحوا كل ثقل والخطية المحيطة بينا، نطرحها ونحاضر بالصبر في الجهاد الموطوع أمامنا. مش نتواكل لكن نتكل. في ايه فرق ما بين اتنين؟ نتواكل، الطوائف التانية يقول لك كده: المسيح خلصنا على الصليب، خلاص اعمل اي حاجة بعد كده وانت خلصت. لا، كنيستنا تقول لنا كده: لا، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. أنا متكل عليه، أنا متكل على نعمته، لأنه بدونه لا أستطيع أن أفعل أي شيء. بدونه مش هقدر أنتصر على خطية، بدونه مش ليش لي حياة جديدة. إن كان أحد في المسيح يسوع هو خليقة جديدة، بس بدونه مش هقدر. عشان كده بجاهد. وإذا سقطت هقول له إيه؟ لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. طيب الشهود دول اللي حوالينا، جماعة القديسين والشهداء، يا ترى دول قدروا أنهم يطرحوا الخطية وكل ثقل، وقدروا أنهم ينتصروا في الجهاد بتاعهم على أساس إيه؟ الآية اللي بعد كده: بص دايما للصليب، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح. ما عمل إيه؟ الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، آدي الشهوة، آدي الفرحة، آدي الاشتياق للصليب، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار. عشان كده لما بيجي إنسان ويسمع ويقول أو يقولوا له صليبك تقيل، قل لهم: والمسيح شايله عني، والمسيح شايله عني. لما قال لي: من لا يحمل صليبه ويتبعني، هو شايل الجزء التقيل اللي قدام، ويدوب أنا مسند الحتة اللي من ورا بس.
إنما الجزء التقل كله شايله هو. عشان كده قال يتبعني، ما قالش يمشي أمامي. واخدين بالكم؟ من لا يحمل صليبه ويتبعني، يعني يشوفني أنا وأنا شايل الصليب، وأنا حشيل عنه وأخفف عنه حمل الصليب كمان. عشان كده بص دايما للصليب. الصليب ليه هو سلاحنا، هو قوتنا، هو رجاءنا، هو نصرتنا. ده كله بنقوله في الزوكسولوجية بتاعت الصليب. كلمة الصليب بس عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين هي إيه؟ قوة الله. بقوة الصليب كده أرشم الصليب، خلاص كله ينتهي، وانتصر بقوة الصليب. عشان كده إذا كان دي شهوة اشتهاها المسيح أنه يطلع على الصليب من أجل الخلاص اللي حيقدمه للبشرية، فكم وكم نحن يا أحبائي ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله. أقول له يا رب أنت تعلقت على الصليب من أجلي، أنت أسلمت ذاتك على الصليب من أجلي. عشان كده اديني قوة الصليب، اديني قوة القيامة، اديني قوة الروح القدس اللي انت وعدت بيه. بالصليب نستطيع أن نهزم كل من يعادينا، بالصليب نستطيع أن نهزم كل ما هو للشيطان يا أحبائي. عشان كده بالصليب كان هناك مجد. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. اوعى تبص للصليب على إنه ألم فقط. واللي يقول لك الصليب الكبير قل له عشان مجد كبير. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. وبقدر ما أحتمل الصليب بقدر ما يديني مجد. طوبى للإنسان أو طوبى للرجل الذي يقول كده إيه، الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إيه، ينال إكليل حياة. عشان كده كان كل اللي أنا أقدر أقوله ديني نعمة وديني قوة، اوعى تسيبني يا رب في أي صليب بيقابلني في حياتي. ليه؟ لأن عندي ثقة وإيمان إنك أنت شايل الصليب عني، وعندي ثقة وإيمان إن بالصليب أستطيع أن أغلب، والصليب له قوتنا. أما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. زي ما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الإنسان كمان، وكل من ينظر إلى ابن الإنسان ينال إيه؟ ينال شفاء وينال حياة. عشان كده ده كان اشتياق المسيح، اشتياق الله إنه هو يأتي من أجل أن يخلص إنسان، ولا يوجد غفران إلا من خلال سفك الدم، وتمم سفك الدم من خلال الصليب يا أحبائي. عشان كده الأسلحة عندينا. إيه اللي بيوجعنا باستمرار في الخطية؟ إيه اللي بيوجعنا باستمرار بنقول الشيطان شاطر؟ وإيه اللي بيخلينا بيقول إن أنا حياتي فاترة؟ الأسلحة عندينا بس إحنا ما بنستعملش الأسلحة. نلاقي الكلام ده فين يا أحبائي؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 6، ويقول لنا كده في عدد 10: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، والبسوا سلاح الله الكامل الذي به تقدر، الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. ويردد لينا الأسلحة كلها اللي احنا محتاجينها. مصارعتنا ليست مع دم ولحم لكن مع الرؤساء والسلاطين ولاة هذا العالم ظلمة هذا الدهر. من أجل ذلك مرة تانية يكرر: احملوا سلاح الله الكامل، تمموا كل شيء أن تثبتوا، ممنطقين أحقاقكم بالحق، لابسين درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، خذوا لكم خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. كلها أسلحة زي الجند بالضبط، أنه يدخل المعركة وعارف أن فيه حرب ويدوله كل الأسلحة، وفي الآخر يقول لك كده إحنا تهزمنا. عارفين نكسة 67 تهزمنا ليه؟ أصل الأسلحة كانت إيه؟ فاسدة، ما عملتش الشغل بتاعها، عشان كده انهزموا. عشان كده إحنا سلاحنا قوي،
الصليب سلاحنا، القيامة قوتنا، مسيح رجاء كل الأمم. عشان كده إذا كان ده اشتياقه فكم وكم يكون اشتياق الإنسان البشري. اشتياقه أحبائي وهو على الصليب إنه هو ينطق ويقول كده اغفر لهم يا أبتاه، ينطق بالغفران. بتشبهني بابن مع أبوه. وبلاش نمشي بعيد، تعالوا نشوف الابن الضال اللي عايز يورث أبوه بالحياة وهو حي وياخد كل اللي عايزه وينفق معيشته مع الأصحاب ومع الزواني والعالم وكله. أول ما رجع للبيت أبوه عمل إيه؟ وقع على عنقه وقبله. اجعلني كأحد أجرائك، لا ما يسمحش ليه يقول له كده إيه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الله يشتاق أن يقول لكل إنسان مغفورة ليك خطاياك. زي مين؟ زي الإنسان المفلوج. وخليني أقف شوية عند الحتة دي أحبائي. الإنسان المفلوج لما انجقت دموه للسيد المسيح، أربع أصحابه عندهم إيمان، الباب مكفول من الزحمة بتاعت الناس، البيت مليان، يعملوا إيه؟ ناخد بعضنا ونروح مرة تانية نقابله. لا، عندهم إيمان، عندهم رجاء إنه صاحبهم ده هيشفى لو قدموه للمسيح. طب نعمل إيه؟ نطلع فوق السقف وننقب السقف وننزل صاحبنا ده أمام المسيح. قال السيد المسيح في إنجيل معلمنا مرقس البشير أصحاح 2:5: فلما رأى يسوع إيمانهم. إيمان مين بس؟ والمفلوش كمان. مين اللي يسمح أو مين اللي يرضى إن هو يعني ينزل كده وناس شايلينه؟ يعني يمكن مقبولة شوية لو هو جو أخدوه كده وقدام الباب ودخلوه، لكن عشان ينزلوه كده يعني صورة مهينة شوية ينزلوه من السقف كده. الإنسان المفلوش كان عنده أيضا إيمان. فلما رأى يسوع إيمانهم كلهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لي خطاياك. حد فتح الإنجيل ده قبل كده بتاع إنجيل معلمنا مرقس البشير أصحاح 2:5؟ قريناه كثير صح؟ طب تعالوا نشوف مع بعض الأحداث اللي بيقولها معلمنا بولس مرقس البشير. قال له يسوع، قال للمفلوج: يا بني مغفورة لي خطاياك. في مرقس 2:5: وتعالوا نشوف نفس القصة في لوقا 5:18 وإنجيل معلمنا متى أصحاح 9. أنا مجرد عايز أركز على كلمة معينة في متى. نجيب إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 9 ويقول له كده: فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. هنا معلمنا مرقس البشير يقول كده: قال للمفلوج: يا بني مغفورة لي خطاياك. طيب معلمنا لوقا البشير بيقول ايه؟ لوقا 5:20: فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان
مغفورة لي خطاياك. إنسان بسبب الخطية، المرض بتاعه ده كان بسبب إيه؟ بسبب الخطية. عشان كده بعد كده القصة تزمروا، مين يقدر يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ قال لهم عشان أيما أيسر، أن يقال للإنسان مغفورة لي خطاياك أم أن يقال للإنسان قم احمل سريرك وامشي؟ عش لكن تعلموا أن لابن الإنسان سلطان، قال للإنسان المفلوج قم احمل سريرك وامشي. بس هو جاي عشان يغفر إيه؟ جاي يغفر للإنسان الخطية بتاعته اللي هي سبب المرض. وعشان الخطية زي ما قلنا المرة اللي فات، عار الشعوب هي الخطية، والخطية أزلت الإنسان. هنا السيد المسيح ينادي هذا الإنسان ويقول له إيه؟ يا ابني. ويقول له إيه؟ أيها الإنسان، أنت ما زلت في نظري إنسان، خلقة إيدي، وأنت ما زلت في نظري ابني. وعشان كده أداله الأمان وقال له إيه؟ ثق يا بني. شوفوا حلاوة الرب يسوع، شوفوا الاشتياقات الله. أعظم الخطاة بسبب مرض، بسبب خطية يسقط، يكون عنده مرض ويتشل تماما، زي الإنسان 38 سنة. ها أنت قد برئت فلا تعد تخطئ أيضا. كان الإنسان ده كان منتظر إيه؟ كان منتظر يغفر له خطاياه؟ لا، أنا بتخيل الإنسان ده لو فعلا لحطينا نفسنا مكان الإنسان ده، بقى خلاص مش عايز أشفى، بلاش إن أنا أشفى، مش عايز، مدام أنا سمعت أساس المرض بتاعي وعلاج المرض بتاعي اللي هو الغفران، أنا مش محتاج حاجة تانية. عشان كده كنيستنا علمتنا أحبائي سر التوبة والاعتراف، اشتياق الإنسان إن هو يأتي ويسمع هذه الكلمة من الأب الكاهن اللي الله أداه هذا التوكيل. الله يحلك، الله يحلك، المسيح يغفر لي خطاياك. كلمة تساوي ملايين. ليه؟ لأنه ده اللي أنا محتاجه. ومن مننا مش محتاج إنه هو يسمع هذا الصوت مغفورة لي خطاياك؟ ومين مننا عايز يعيش بالخطية بتاعته وعايز يعيش بموت الخطية بتاعه؟ كلنا محتاجين يا أحبائي. يقول كده الكتاب المقدس الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم إيه؟ مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، لكن كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، ولكن الرب وضع عليه اسم جميعنا، كل الخطايا اتحطت عليه عشان يجي على الصليب ويقول لي كده إيه؟ يقول لي كده يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وسمع هذا الإنسان هذا الصوت مغفورة لي خطاياك. وسمعت أيضا المرأة الخاطئة، قال لها كده إيه؟ مغفورة ليك خطاياك، اذهبي بسلام، إيمانك قد خلصك. هل أنت مشتاق النهاردة إنك أنت تسمع هذا الصوت من المسيح؟ هو مستعد إنه ينطق، إذا كان دي شهوة قلبه هو مستعد إنه هو ينطق بهذا الكلام. عشان كده يقول في آخر آية نقولها النهاردة في أشعياء 55 وعدد 7، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكسر الغفران. غنى نعمته، غفرانه اللي بلا حدود لكل نفس ترجع إليه ولكل نفس تقبل تأتي وتقدم توبة. أختم بقصة يا أحبائي، لعلها قصة معبرة عن أيام في أيامنا هذه، اللي هو كل إنسان يعني سامحوني في هذه الكلمة، أول ما يجي عند الاعتراف يقول لك كده رجل قدام ورجل ورا، عايز أمشي ومش عايز أمشي، عايز أعترف ومش عايز أعترف. تعالوا نسمع القصة دي، قصة حقيقية حصلت
مع أبونا ميخائيل إبراهيم المتنيح القديس. في يوم من الأيام طلب منه واحد من الخدام معاه، قال له يا أبونا عايزك تصلي من أجل أخوي عشان ياجي ويحترف وبالتالي يرجع للمسيح. فأبونا ميخائيل قال له حاضر حصلي وإن شاء الله أزوره ويتقابل معاه. ومرت الأيام ولم يأتي هذا الشاب. فضل الخادم دي كل شوية يلح على أبونا، يا أبونا إلحق أخوي إلحق أخوي، خايف إنه هو يضيع، خايف حالته ابتدت تسوء أكتر، ابتدى يبعد أكتر عن الكنيسة، أنا خايف عليه. قام أبونا ميخائيل قال له وإحنا بنصلي وثق إن الصلاة هترجع أخوك، هيرجع للمسيح، الصلاة هتعمل العمل بتاعه. بعد مدة جاء الخادم دي وقال لأبونا يعني يا إما تلحقوا يا إما ما تلحقوش أبونا، لأنه للأسف وصل إلى حالة يعني يمكن شبه إلحاد ورفض تام من داخل قلبه إلى الله عامة. رد أبونا ميخائيل وقال له حاضر وثق أيضا إن هو حياجي. مفيش أسبوع أو أسبوعين وهذا الإنسان طلب من أخوه الخادم، قال له أنا عايز أمشي الكنيسة، عايز أمشي أعترف. فرح الخادم جدا وقام أخذ أخوه ومشى للكنيسة، مشى لأبونا ميخائيل. قال لي أبونا ميخائيل أخوي هنا وجاي برغبته من قلبه جاي إن هو يحترف. فأبونا ميخائيل قال له طيب خليه ينتظرني وأنا أخلص الاعتراف وأقعد معاه. وأبونا قاعد في مكان الاعتراف وتمر ساعة ساعتين، الشاب دي ابتدى ابتدى يتعصب، هو عشان أنا جاي أن أنا أعترف هو أبونا يعاملني بالصورة زي دي، ولا أبونا مش عارف أن أنا يعني نفسي من بدري أن أنا أجي وأعترف، ليه يسيبني بالصورة زي دي؟ مين اللي خاف أنه أخوه يمشي ويسيب الكنيسة؟ الخادم دخل بسرعة لأبونا فقال لأبونا إلحق يا أبونا. ابتدى أنه هو يتعصب، ابتدى أنه هو يسور يتهيج، خايف أنه هو يطلع وما يرجعش تاني. قام أبونا ميخائيل بكل حب كل حنان قام طلع للإنسان دي وقال له كده، هقولها لكم بنفس العبارة المكتوبة، قال له أنت يا سيدي مش قادر تنتظرني ساعتين والمسيح بقاله سنتين منتظرك. وسجد ليه أبونا ميخائيل وقال له سامحني وأنا آسف إن أنا أخرتك. تأثر هذا الشاب باللي عمله معه أبونا ميخائيل، تأثر بالكلمة، المسيح منتظرني عن سنتين وأنا مش قادر إن أنا أنتظر ساعتين عشان أقدم توبة وعشان أقدم اعتراف. مين اللي محتاج للتاني؟ المسيح يريد أن جميع الناس يخلصون ولا معرفة حق يقبلون، لا يشاء موت الخاطئ، بس كمان أنا الإنسان أنا المحتاج، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وفعلا لم يحتمل هذا الشاب كلمات أبونا ومحبته وسالت الدموع من عينه وابتدأ إن هو يعترف عن كل السنين اللي هو عاش بعيد عن المسيح، وابتدأ إن هو يرجع وابتدأ يرتبط بالكنيسة وصار من الخدام المرتبطين بالكنيسة. مغزى هذه القصة يا أحبائي، الله الحنون ينتظر الإنسان بأبوته وبحنانه عشان يرجع ليه مهما كانت خطاياه، مهما كان بعده،
مهما كان إهماله، لكن محبته لغفران الإنسان لخطاياه لا تفتر أبدا ولا تقل، إنه هو يطلب الإنسان باستمرار. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ. بطرق كثيرة الله بيخبط على قلب الإنسان، سواء بالكتاب المقدس، سواء بقصة زي اللي احنا حكيناه دلوقتي دي، سواء بكلمة من الناس المحيطين بيه، سواء من أحداث الحياة اللي حوالينه. ليتك، يقول كده كاتب هذه القصة، ليتك لا تطفئ روح الله الساكن فيك بل تستجيب وتأتي إليه. اوعى تتحجج بسبب خطاياك، اوعى تأجل بسبب ضعفاتك. حتى لو كان في خطية محببة قل له مش قادر بس أنا النهاردة جاي لك. حتى لو كان عندك ميل لخطية معينة اوعى تيأس من أجل لأجل سقطاتك القديمة. هو يحبك، هو ينتظرك كل يوم وكل ساعة. يريد إن احنا أيضا كمان ننتظره، يريد إن احنا أيضا باستمرار نسمع لصوته. لما أجيب أصلي استنى عشان تسمع منه هذا الصوت، قل له كده لن أطلقك إن لم تباركني. قل له نفسي أسمع هذا الصوت اللي قلته للإنسان المفلوج، سق يا بني مغفورة لي خطاياك. قل له سمعني زي الإنسان المرأة الخاطئة، إيمانك قد خلصك، اذهب بسلام. والكنيسة وضعت حالنا في صلاة نصف الليل يا أحبائي. عشان كده يا أحبائي انتظر المسيح، يقول كده الكتاب المقدس انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. اطلب الرب فهو قريب لكل الذين يدعونه من فين؟ من قلوبهم. الله يسمع، والله يقبل طلبتك الغالية، والله يريد خلاص نفسك ويعطيك سؤل قلبك في وقت مناسب. ليت الله يعطينا اليوم يا أحبائي نرفع قلوبنا ونقول يا رب كم هو اشتياقك إنك تقول لي مغفورة لي خطاياك، وكم هو اشتياق اليوم إن آجي وأقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطئ واغفر لي خطاياي كثيرة. ليبارك الله في هذه الكلمات ولتكون سبب خلاص وبركة لينا يا أحبائي، وليؤهلنا ويهيئنا لسماع هذا الصوت في اليوم الأخير. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. لإلهنا كل المجد والكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي يا أحبائي. روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وانت في الخطية كنت غالي عليا، وانت في الخطية كنت غالي عليا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني لي يا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني لي، وإن مريت في تجارب أو صادفت عقارب، وإن مريت في تجارب
ضفت عقارب دوس بعز وعات تهز لأني فيك أكون أنا غالب دوس بعز وعات تهز لأني فيك أكون أنا غالب في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك أبعث ملكي وأفوي شاكي وأنا ضامن لك نجاتك أبعث ملكي وأفوي شاكي وأنا ضامن لك نجاتك عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس ويقول ده انت في يميني واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وهي عميله فيك الناس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وهي عميله فيك الناس من يوقف قدامك افتكر مقامك من يوقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي سير امامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا نفسي سير امامك روح الله مليني هو بيعزيني روح الله مليني هو بيعزيني ويصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي ما أعظمك يا رب وما أحلاك يا سيدنا وما أروعك يا رب وما أجملك أيها الأبرع جمالا من كل بني البشر أنت حلو يا رب حلو في محبتك حلو في إحساناتك حلو في غفرانك حلو في أبوتك حلو في حنانك حلو في كل ما تمتد به يديك لينا يا رب يريد كل إنسان يتذوق هذا الحب خلينا فعلا احنا نقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب وما أحلى الرب رب بنشكرك النهاردة من أجل كم وكم هو اشتياقك من أجل أن تغفر لينا خطايانا بل وأن تقول لكل نفس سق يا بني مغفورة لي خطاياك كم هو اشتياقك أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون كم هو اشتياقك يا رب منذ الأزل أنك تأتي وتتجسد وتموت وتصلب من أجل خطايانا لكي ما تقوم وتعطينا حياة أبدية كم هي مبادراتك يا رب أنت اللي بادرت
انت اللي جيت، انت اللي قدمت، انت اللي مديت ايدك، انت اللي واقف على الباب تقرع كل يوم وكل ثانية، انت الذي لا تسر بموت الخاطئ، موت الشرير مثلما يرجع ويحيا. دينا النهاردة يا رب ان احنا مش بس اشتياقاتك تكون يا رب، لكن خليها كمان تكون اشتياقاتنا احنا ايضا. كل انسان مننا يا ربي مشتاق ان يسمع هذا الصوت، مغفورة لي خطاياك. لكن كمان يا ربي في كثيرين الشيطان واضع امامهم يا رب حجر معصرة، مش قادرين ان هم ياجوا، خايفين، مضطربين، ولكن أنت تفتح أحضانك يا رب مرة أخرى لكل نفس خايفة، لكل نفس مهزومة، لكل نفس مكسورة، لكل نفس مقيدة. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. أنت اللي قلت يا رب لذتي مع بني آدم، بل وأنت اللي قلت يا رب ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص العالم. ليه متكاسلين لحد دلوقتي يا رب؟ ليه رافضين روحك القدوس؟ ليه رافضين ان احنا نسمع يا رب؟ ليه مقسين قلوبنا ليك وانت اللي بازلت تقرع وتقف طول الليل وتقرع على قلب كل نفس يا رب؟ على هذه الدرجة يا رب الشيطان أعمى عيوننا وقلوبنا؟ على هذه الدرجة الشيطان قسى قلوبنا؟ النهاردة بنقول لك تعال يا رب بروحك القدوس، تعال سمعنا هذا الصوت، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول لي ده انت في يميني. النهاردة بنقول لك اشعل روحك القدوس يا رب، حقق وعدك اللي احنا بعد يومين هنحتفل ونتذكر ونعيش، نتذكر عملك يا رب ونتذكر وعدك، وانت صادق وامين في كل وعودك يا رب، انك ترسل لنا القوة من الاعالي يا رب، روحك القدوس الساكن فينا. النهاردة بنقول لك يا روح الله القدوس أيقظنا من غفلتنا، يا روح الله القدوس انقذنا من ضعفاتنا، يا روح الله القدوس اشفع فينا، يا روح الله القدوس ارفع طلباتنا، نحن الخطاء الذين أولهم أنا، يا روح الله القدوس لين قلوبنا، يا روح الله القدوس تعال وأوجد لك مسكنا في قلوبنا وفي حياتنا، يا روح الله القدوس ارفعنا لكي ما نكون مسنودين بقوتك، نكون مرفوعي الرأس ليس بسبب كبرياء ولا فضل فينا يا رب، لأننا خطاه يا رب وليس فينا شيء صالح، ولكن من أجل النعمة والعطية اللي أعطيتها إلينا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، وأية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، نكون مرفوعين الرأس، نتذكر مقامنا إن احنا أولادك، أولاد ملك الملوك ورب الأرباب. ما تسمحش لإبليس يا رب أن يقوى علينا، ذكرنا دايما بسلاحك، بصليبك اللي بيه دست العالم وديتنا إن احنا ندوس العالم، بصليبك اللي بيه سحقت الشيطان وإله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. ليه متنسيين كل هذه الأسلحة؟ النهاردة يا رب جدد روحك القدوس في حياتنا، خلينا فعلا ننطق مع معلمنا داود النبي ونقول لك كده يا رب أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي حصني وملجئي به أحتمي. دينا كل إنسان النهاردة تعطيه سؤل قلبه برجوعنا إليك، بتوبتنا إليك، بقبولك لينا يا رب، برجوعنا إليك من كل القلب، ونقول لك سامحنا واغفر لينا خطايانا، لا تجازينا بمثل خطايانا يا رب بل جازينا بمثل محبتك ورحمتك علينا.
أنت الإله الشافي، أنت الإله الغافر، أنت الإله المحب، أنت الإله الأبدي والأبوي، أنت إله خلاصنا، بيك رجائنا، بيك قوتنا، بيك سلامنا يا رب، بيك نصرتنا، بيك حياتنا يا سيدي يسوع. ومن غيرك ليس لنا حياة بل موت إلى الأبد. لا تسمح يا رب، لا تسمح، كما وعدت يا رب وقلت آتي إليكم، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. واليوم جايين لك يا رب بكل خطيانا، كل خطيانا وكل ضعفاتنا، بنقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطئ، ليسمع كل إنسان هذه الكلمة يا رب ويخرج مبررا، ليقول كل إنسان هذه الكلمة ويخرج مبررا كما بررت الإنسان العشار. يا رب احفظ شعبك، احفظ كنيستك في هذه الأيام يا رب. اطلق اذكر يا رب كل نفس محتاجة إليك، اذكر يا رب كل نفس بعيدة عنك، اذكر كل نفس محرومة من حبك وحنانك، اذكر يا رب كل نفس بعيدة عن بيتك، اذكر يا رب أن كل نفس لسه عايشة في الظلمة، اشرق بنورك يا رب في قلوبها ليعرف الكل أنك هو إلهنا وليس لنا إله مثلك يا رب، لا في حبك ولا في أعمالك ولا في كل قوتك ولا في غفرانك، لأن ليس بأحد غيرك الخلاص سيدنا. كل نفس ماسلة أمامك يا رب النهاردة واقفة بترفع قلوبها إليك يا رب، وانت وعدت وقلت يا رب من يقبل إلي لا أخرجه فارغا ولا أخرجه خارجا، عشان كده بنقول لك اعطي سؤل قلب شعبك بحسب إرادتك وبحسب مشيئتك لنحيا لمجد اسمك القدوس يا سيدنا. باركنا بكل بركة روحية تجدنا في احتياج إليها لأجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا أبراهام وكل مصاف قديسيك، وبركة هذه الأيام المقدسة، قيامتك وصعودك يا رب وحلول روحك القدوس علينا، اجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعاً.